على كل حال برضو في شق حلو، الاداء بالنسبه لاداء المغرب هنا هنتكلم في البطوله بشكل عام طبعا كان مشرف جدا بشهاده الجميع. صحيح. ومنتخب المغرب كده اصبح يعني ثالث منتخب افريقي بيصل للهدف يعني 20 في كاس العالم، بعد منتخب عندنا نيجيريا كان صاحب 23 هدف، ومنتخب الكاميرون كان صاحب 22 هدف. وبرضو هنفضل نقول مبروك للمغرب، ومش هيتنسي المونديال ده بالمناسبه، يعني طبعا حاجه اعتقد مهمه جدا. وبرضو لو احنا هنتكلم كده، هو مفروض ان هو يحصل منتخب المغرب على 25 مليون دولار بعد الحصول على المركز الرابع في البطوله. والفيفا اعلنت كمان هيحصل بطل العالم بطل كاس العالم على 42 مليون دولار، والوصيف هيحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث هيحصل على 27 مليون دولار. Not bad. لا نوت باد خالص. Not bad. يعني من ناحيه نوت باد عمالة خالص. طرطشي ملايين وانت قاعدة. ملايين الدولارات. طب تعصي معايا وانت حدد بتقولي معايا الكلام. عشان ايه في فرق كبير. بس يعني بص هقول لك على حاجه، اللي جاي ده بقى المهم، الصحف اللي انا وانت قعدنا ننزلها الصبح مع الاعداد هي دي المهمه. شوفوا حضراتكم البعض الصحف المغربيه والكرواتيه قالت ايه. مثلا من الصحف المغربيه موقع البطوله قال المغرب ينهي كاس العالم في المركز الرابع، بعد كده اسد المغرب يكتفي بالمركز الرابع في كاس العالم. في موقع 360 قال لك خبرة كرواتيا تحرم المغرب من الميدالية البرونزية، وبعد كده قال لك مشاركة مغربية تاريخية في كأس العالم. طب من صحف كرواتيا قالوا إيه؟ قال لك كرواتيا تحقق نجاحات كبرى في كأس العالم، وقال لك مباراة مجنونة مع أجمل هدف في كأس العالم، واستحقينا برونزية كأس العالم بعد مباراة فعلا قوية ومنافس قوي. فكل ده أعتقد برضو حلو مش وحش. خلاص بقى يعني خلاص اللي جاي باذن الله المونديال القادم هيكون مفروض مشاركه ثلاث دول، لكن هيكون في امريكا تحديدا. نتمنى ان احنا نحضر هذه النسخه يعني من المونديال باذن الله. بس اتمنى يبقى نشوف او نعيش ونشوف منتخبات عربيه، واكيد منتخب مصر يكون مشارك. المهم ان احنا لحقنا وعشنا الحمد لله رب العالمين، ولحقنا نشوف النسخه ده يعني النسخه دي قصدي من المونديال. واكيد اكيد يعني هيوحشنا المونديال ده، لان احنا شفنا من خلاله كرة حلوة، وشفنا من خلاله ماتشات حلوة، وشفنا من خلاله نجوم العالم متجمعين، يعني حاجة عبقرية الحقيقة. وإن شاء الله بنتطلع زي ما نهاوند بتقول إن احنا إن شاء الله مع النسخ القادمة يكون في عندنا المزيد من المنتخبات العربية والإفريقية، وتشارك إن شاء الله بقوة.